رنا، ومين غير رنا اللي شفناه دلوقتي؟ وندى. دلوقتي عندنا اخر قسطرة معانا. انتي صغننه كده ازاي؟ صغيره قوي وشبه بابا بالظبط. بالظبط ازاي كده؟ ماما بتحب بابا قوي قوي. بتقولي ايوه. ماما بتحب بابا قوي. وانتي بتحبي ماما اكتر ولا بابا؟ ماما صح. ايوه كده صح، برافو. انتي شاطره قوي. عايزين اجيب لك لعبه ايه بكره؟ اختاري عايزه ايه. انا سمعت ان انتي عندك لعبه دكتور، وريني. الله وريني. انتي عايزه تطلعي دكتوره بجد؟ طب البسي كده وريني. طب البسها لك. شوفي عليا. طيب وريني، اكشفي عليا. طيب وريني كده، بتعرفي؟ اكشفي، اكشفي على ايدي ولا هنا؟ خلاص. دي تنتي احلى دكتورة. بتمسكي دي تحطيها فين؟ سامعة حاجة؟ عيانة أنا ولا كويسة؟ يا دكتورة، اسمك دكتورة ايه بقى؟ اسمك ايه؟ اسمي حبيبة. اسمك ايه؟ حبيبة. حبيبة؟ يعني اقولك يا دكتورة حبيبة؟ انت دكتورة حبيبة؟ اي اي اي. حلوة قوي اللعبة دي. عندك لعب ايه تاني؟ انتي من الشرقية؟ اهلا وسهلا. بس جميلة قوي، في بنات حلوة كده في الشرقية. هو شكله وحش بصراحة. بصراحة يعني بيخوف. ابعد يا ابني شوية. المفروض فعلا نجيب مصور وسيم عشان لما يجي البنات تبص له تضحك. هي الدكتورة حبيبة. انتوا اخباركوا ايه بقى؟ مستعدين؟ هي القسطرة دي استكشافية ولا علاجية؟ مش هي عندها رباعي انفلاتي، وقالوا القسطرة دي عشان تمهد للعملية اللي جاية ان شاء الله. هيدخلوا يوسعوا الشريان شوية عشان الاكسجين يبقى احسن وحالة القلب تبقى احسن، فتبقى جاهزة للعملية ان شاء الله. بنشكر حضرتك والناس اللي بتساعد. هي الناس اللي بتساعد بجد. انا مش عايزة شكرا، انا عايزاكم تدعوا لها. ربنا يكرم الناس كلها وتدعوا بجد بجد ان الناس تساعدنا وتكمل معانا. انا واحدة من الناس، كل حاجة ان شاء الله هبقى لحياة اي طفل ان شاء الله. هتساعديها؟ ان شاء الله ان شاء الله. لما كلموكوا قالوا لكم الخبير الالماني موجود وتعالوا وكده؟ الدنيا ما كانتش سهله الواحد والله بجد. الله، بس احنا بقالنا سنين بنجري عشان نعمل العمليه ده. قد ايه بقالك؟ قد ايه بقالي؟ 3 سنين بالظبط. كل ما اروح ياجلوني في المستشفى. حضرتك الورق التاجيلات، وهي كنا بنروح بيها في الصيف، كانت بتتعب مننا وكل شويه تاجيل تاجيل. حضرتك حققت لي حلمي بجد يعني، الحمد لله. ربنا ان شاء الله كبير، وهو ربنا كل حاجه ليها معاد لرفع البلاء. الحمد لله على كل شيء. بس انت برضو قولي لي ازاي جايباها شبهه كده؟ ها؟ يعني بس مش كده، ممكن يبقى في حب بس مش كده. قولي لي لما بقعد اوصف في التلفزيون واقول يا جماعه الامهات تعبانه، يا جماعه الامهات مستنيه منا تليفون، يا جماعه الموضوع فعلا صعب قوي، عايزاكي تقولي للناس قد ايه فعلا الموضوع صعب على الام ان ابنها يبقى تعبان كده. فعلا بجد والله مش عارفه اقول ايه، بس يعني الحمد لله وشكرا لحضرتك. شكرا يعني. مش عايزه شكر، انا عايزه تقولي الموضوع ده كان مهم قوي بالنسبه لك صح؟ طبعا كان املي، كان حلمي كده ان انا اعمل لها العمليه في حته كويسه، وحضرتك حققت الحلم ده.
هو ربنا اللي حقق لك الحلم ده، وان شاء الله باذن الله نيجي نبارك لكم على القسطره وعلى الجراحه وعلى كل حاجه ان شاء الله. ربنا يخليك دكتوره. كده احنا معانا عالية طلعت من القسطرة، ومحمد ومحمد تحت، ومعانا حبيبة، هذه الأربعة، يوسف طلع، سارة جوه، وعندنا ندى، وعندنا رنا لسه هيدخلوا، ولسه بكرة عندنا عمليات تانية. صحيح هما يومين في الشهر اللي بيجوا فيهم الألمان، ولكن بينقذوا حياة أطفال كتيرة جدا. خلي نفسكم معانا لأن الموضوع طويل وصعب، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ودايما طول عمري أقول مفيش مستحيل، مهما كانت المعوقات، ومهما كان حد بيجي يكعبلك، مهما حد يجي يوقعك، مهما حد يجي عايز يلغيك، هتفضل موجود طول ما ربنا عايزك تبقى موجود، وهتفضل تساعد طول ما يبقى عندك القدرة على المساعدة. وإنتوا إن شاء الله بإذن الله تفضلوا في ظهرنا كده على طول عشان نحقق المستحيل ونسعد الملايين. وإنت مش بتسعد عيلة أو أسرة، إنت بتسعد ناس كتير قوي. وفكرة إنك تسعد طفل، كل الدموع اللي إحنا شايفينها دي والمواقف الصعبة قوي دي، وفكرة إنه يجي قدام أوضة العمليات يبقى بيسيب أبوه وأمه وداخل على مجهول مش عارف هيحصل له إيه، لحظات من الرعب ومن الألم ومأساة، مأساة وابتلاء صعب جدا جدا الضنا ده. ولكن إن شاء الله بإذن الله ربنا كريم وعظيم، وجعلكوا سبب، وإن شاء الله بإذن الله يجعلكوا سبب على طول.